بدي اشوف بيترو. ما فيك تشوفي حدا. مشان الله شو بدك مصاري؟ لو تعطيني مال قارون كله ما فيني، القصة كبيرة كتير يا أختي. لك مشان الله، الله يخليك، خذ لي بدك اياه، بعطيك قد ما بدك، بس خليني اشوفه بس شوي. والله بتروحيني فيها، جمال باشا حط عيونه هون، وأي شيء عم يصير عم يوصله. إيه وآخرته؟ ما حدا بيعرف غير جمال باشا. روحي الله يوفقك، روحي، روحي. سيد بيترو، أم وقعي. خير؟ جيتنا أوامر نتوصى بجنابك. جنابي؟ ناخدك من حمامك ومن طعميك. إلي أنا هذا الحكي؟ وليش مستغرب؟ تستاهل. والله أنا شايف الحبس كله بيستاهل. وشايفه كيف مقلوب فوقاني تحتاني؟ هاي أوامر جمال باشا شخصيا. جمال باشا بالذات من جديد عمل كبسة على السجن، أعطى تعليماته بالخصوص، خصوصي لجنابك. معناته راحت علينا. نعم؟ لا سلامتك ما في شيء. عم اقول بس انه منيح اللي حافظ الفاتحه. معلش اقراها قدامكم مشان اذا غلطت بتصلحوا لي. على علمي انت مو مسلم. ليش الله بيختلف؟ اعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. يعني إذا تأخرنا شوي بتروح علينا. لا خلص عمتي، رح نمشي بنص الليل. شو صباح؟ خلص مثل ما اتفقنا. إيه الله يرضى عليكي، غلطة صغيرة منك بتروحك وبتروحنا معك. خير حجة، أربعتي بدك يعني. إيه بدي إياك تساعدني بنقل هالأغراض. إيه بعيوني، تكلك أنا رح جيب عربجي مع عربايته ونحملون. استنى سعيد. امسك هدول. شو هدول؟ هدول مشان تدفع حق البضاعة. طيب مرت عمي درياني؟ ايه درياني. ماشي، خليني لك انا اكتب لك ورقة فيهم. لا انا ما بدي ورقة، انا مأمنتك يا سعيد والامان بالله. امسك لالا. ما بصير، هذا حقك. لك بعرف انه انا حقي. خلص امسك. طيب دعينا دعينا الله يرزقني ويرزقكم فيهم ان شاء الله. هلا انا بضبضب الاغراض وانت بتجيب العربجي وبتاخذ لي اياهم، منيحه؟ بأمرك حجة، يلا السلام عليكم. مع السلامة. نسيمة، شو رأيك بشغلي؟ رجعني؟ لا شي كتير حلو ومتقن، سلم إيديكي. بس لساته ما أنه خالص. إذا بدي خدي على البيت وروحي لعند بناتك وبس خلصي جيبي لي إياه وأنا بعطيكي أجرتك. إيه مثل ما بتريدي. تيسري. شبكي أمينة؟ سلامتك ما في شيء. لازمك مصاري؟ لا بس خلص باخد، رح أجيب لك من جوا إن شاء الله. ما تواخذيني، بس والله ما عندي ولا لقمة أكل بالبيت. لا تقولي هيك، هذا حقك. سامحني. وينها ماري خانم؟ وينها؟
ماري خانم أنا هون. هي تاني مرة بيجي وما بلاقيها. ماري خانم مشغولة، كيف بتحبي أخدمك؟ أنتي؟ إيه أنا. ما حدا بيحل محل ماري خانم ونازك خانم، بس أنا عم ساعدهم لأنه عندهم مشاغل كتير. خير، شو بتأمري؟ ومين بتكوني أنتي؟ الخدامة؟ أنا بسيمة شاهين. شاهين، شاهين، بنت مين يعني؟ بنت أمي وأبي. خير يا خانم، شو بتحبي ساعدك؟ جايبة معي هالمصاري تبرعات للجمعية، بس ما عم لاقي حدا خرج أعطيهم. فيك تعطيني إياهم لإلي؟ إليك؟ كيف بدي أعطيك إياهم؟ وشو بدي أقول للخوانم اللي تبرعوا؟ عطيتهم لخدامة؟ معناها استني ماري خانم ترجع بالسلامة. بس يا خانم بسيمة ما أنا خدامة هون، بسيمة بتحل محل ماري خانم ونازك خانم بغيابهم. بس هيك جمعيات ما بيستلموها إلا الخوان، ولو كانت بسيمة خانم ما كنتي ناديتي لها باسمها حاف. يا خانم أنا مالي خانم، أنا مثلي مثل كل يلي عم يتعلموا ويشتغلوا بالجمعية ويعيشوا بالحلال. وإن شاء الله يلي عم بتطالعي عم بكفيكي تعيشي بالحلال؟ يلي عم يرزقك هو يلي عم يرزقنا. إن شاء الله ما تتضايقي بسيمة. لا أمر لي همك، روحي أنت عند بناتك يلا. الله يكتر خيرك بخاطرك. الله معي.